بالنسبة لي العام الماضي كان سنة أونلاين وكلنا عرفنا نتائج الأونلاين. إحنا شعب طبق القوانين بحذافيرها، قلتوا لنا تطعيم، قلتوا لنا مسحة، سووا مسحة، قلتوا أونلاين، سوينا أونلاين، عقموا المدارس، عقمنا المدارس، وفروا كمامات، وفرنا، زائر يدخل بموعد، سوينا. إذا طبقنا كل القوانين، أي دولة تفرض قوانين زيادة يكون سببها فوضى، أكيد في فوضى في البلد، فأنا أحط قوانين وقرارات. لكن لما أنا أزيد في القوانين عندي هدف ثاني واللي راح أحققه شيء مختلف. ترى كثرة القوانين اللي قاعد تنزل والقرارات تفرز لك ثلاث أنواع في المجتمع: إما أنه يكون مطيع لأنه خائف أو مدعي أنه مقتنع، أو يكون متمرد معارض غير راضي بهذه القوانين، أو متحايل. لا تخلقون شعب متحايل على الظروف، يعني يتلاعب لأنه مجبور. كل واحد يقول أنا مجبور فأبي أتلاعب على القانون، واللي قاعد يصير إن إحنا قاعدين نشوف يصير تلاعب. سبب شنو؟ عدم اقتناع الشعب بالقرارات التي تفرض عليه. الآن أنا كنت مديرة مدرسة وقدمت استقالتي في نهاية هذا العام بالصيف، قدمت استقالتي لأن إحنا نشوف ما ستؤول إليه الأمور، واضح التدخلات الكبيرة في اللي إحنا نبي نسويه، وكل مديرة قاعد تطبق قرارات تجي فوقها، هي مجبورة، هي جهة منفذة، ولكن مو كل واحد يقدر يعترض، ومو كل واحد يقدر يقول رأيه. فيمكن أنا من حسن حظي إني قدرت، ظروفي ساعدتني، أقدر إني أنا أقول رأيي وأعترض، لأن اللي قاعد يصير شيء مو طبيعي. وأجمل شيء قاعد أشوفه اليوم وجود أبنائنا الطلبة الآن. فلنكن واقعيين، البيئة المدرسية ليست جاذبة من أساسها، كل المدارس بيئة طاردة، والعيال قاعدين نجبرهم للدراسة بالغصب. يالله احنا نحاول نجذبهم ان يجون المدارس. شنو انت سويت لما تقول مسحة؟ شنو سويتوا بالضبط؟ شنو المطلوب؟ وأعيد تساؤل اللي قلته من قبل، لو فرضا طبقنا المسحة النتيجة متى؟ بعد يوم؟ بعد يومين؟ اكتشفت ان المسحة إيجابية، وين يروح الطالب؟ يغيب ولا شي يسوي؟ وإذا غاب شنو تحسب له؟ وشلون أنت تبي تفصل بالصف الواحد مطعم من مو مطعم؟ وشلون تبي تمسح تحجز بين مسحة مسحتها إيجابية ومسحتها سلبية؟ شلون؟ ومنو اللي بيسوي المسحات؟ وليش فجأة يجي قرار اليوم كل المدرسات روحوا سووا مسحة؟ تدرون شنو زحمة هناك عند المختبرات؟ تدرون شنو قاعد يصير زحمة؟ ما حد يدري، مختبرات خاصة، ويقعدون يدورون المعلمات وين تسوي المسحة، باللعاب ولا بالأنف؟ كل هذا تحايل وكل هذا خطط. إلى أين؟ إلى أين نسير؟ إلى أين يا وزارة التربية نحن ذاهبون؟ المعلم الكويتي يتعامل بهالطريقة؟ أنت تبي كادر، المهنة طاردة، أنت محتاج كادر معلمين، ويتعاملون بهالطريقة هم وعيالنا؟ هذا غير أولياء الأمور اللي قلوبهم على عيالهم. وأنا كلمة أولياء الأمور أشملها للمعلمين أيضا، كل معلم كل إداري ولي أمر. إذا نحن نمثل الشعب هني، ولا للمسحة ولا للتطعيم الإجباري.